بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك أنت العليم الحكيم. أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذه المحاضرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. سبق الحديث، أنهينا الحديث عن أصحاب عن الورثة كلهم وعن الحجب، ولا بأس أن نحن نعيد شيء من ما ذكرناه حتى ثم يدخل بقية الورثة، لأن موضوع التأصيل موضوع مهم جدا. نعمل مراجعة سريعة. الورثة أخذنا الزوج له النصف أو الربع، إن كان هناك فرع وارث فله الربع، وإن لم يكن هناك فرع وارث فله النصف. الزوجة لها الربع والثمن، إذا لم يكن هناك فرع وارث فلها الربع، وإن كان هناك فرع وارث فلها الثمن. الأب مع الفرع الوارث أنثى يأخذ السدس زائد الباقي إن وجد. مع الابن أو مع الفرع الوارث ذكر يأخذ، لو الابن أو ابن الابن يأخذ السدس فقط. وإذا لم يكن في الورثة فرع وارث فيكون الأب حينئذ له كل المال كان وحده، وإن كان معه أصحاب فروض لا يسقطون بوجوده، يعني الذي لا يسقط وجود الأب الزوج والزوجة والابن والبنت والأم. فإذا لم يكن هناك ابن ولا بنت، يعني فرع وارث ذكر ولا أنثى، ووجد من يرث معه يأخذ الباقي. ننتقل مع الجد. الجد هو يأتي بعد الأب ويسقط بالأب، وحالاته نفس حالات الأب. ننتقل إلى البنت، لها ثلاث حالات، إما أن تأخذ النصف إذا كانت لوحدها، أو تأخذ الثلثين إذا كانت أكثر من واحدة ولم يكن معها معصب، وإما أن ترث نصف من ميراث ذكر للذكر من حظ الأنثيين إذا كان معها ابن، سواء كان لوحدهم أو كان معهم صاحب فرض كالزوج أو الزوجة أو الأب أو الأم أو الجد أو الجدة. ننتقل بعد ذلك إلى بنت الابن. بنت الابن لها النصف إذا كانت واحدة ولم يوجد معها فرع وارث أعلى منها، ولها الثلثين إذا كانت أكثر من واحدة، ولها السدس مع وجود صاحبة فرض بنت أعلى منها، ولها أيضا نصف من ميراث ابن ابن للذكر من حظ الأنثيين إذا كانت معهم، سواء كان لوحدهم أو مع بعد أصحاب الفروض. ابن الابن والابن، الابن أول شيء الابن يرث بالتعصيب إما كل المال، أو يرثون إذا كان كلهم أبناء بينهم مستوية، أو يرث للذكر من حظ الأنثيين إذا كان معه البنت، وكذلك ابن الابن، لكن يسقط ابن الابن وجود الابن. ننتقل لأخ الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة ترث النصف إن لم يكن هناك، إن كانت واحدة ولم يكن هناك فرع وارث ولا يوجد فيها أصل وارث ذكر، وترث الثلثين إذا كانت أكثر من واحدة، وترث نصف ميراث ذكر أخ شقيق إذا ذكر حظ الأنثيين إذا كانت مع أخ شقيق، وترث أيضا الباقي عصر مع الغير إذا كان فرع وارث أنثى فقط، ليس فرع وارث ذكر، وإنما فرع وارث أنثى مثل بنت وأخت شقيقة. نأتي الأخ الشقيق. الأخ الشقيق من العصبة يرث ميراث العصبة كالابن، إما أن يأخذ كل المال أو يأخذ الباقي، أو يأخذونه بالسوية إذا كان أكثر من أخ شقيق، أو يرثونه للذكر حظ الأنثيين إذا كان هناك أخوان وأخوات شقائق. والأخ الشقيق يسقط بالأب بالإجماع، وبالابن وابن الابن بالإجماع، ويسقط بالجد عند أبي حنيفة، وهو الذي سنمشي عليه في هذه المادة. ننتقل للجدة. الأم لها الثلث إن لم يكن هناك فرع وارث ولا جمع الإخوة، ولم تكن عمرية، وإذا كانت عمرية وهي زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فلها ثلث الباقي لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك، ولها أيضا السدس إن كان هناك فرع وارث أو جمع الإخوة، أيهما يوجد فلها السدس. الجدة ليس لها إلا السدس، وترث الجدة عند وجود الأم. ننتقل إلى الأخت لأب. الأخت لأب ترث النص إن كانت لوحدها ولم يوجد معها فرع وارث، ولا يوجد مع أشقاء ولا شقائق ولا أصل وارث ذكر، وترث الثلثين كذلك، ترث الثلثين إذا كانت أكثر من واحدة بنفس الشروط السابقة، وترث السدس إذا كان مع أخت شقيقة واحدة، وترث نصف ميراث ذكر أخ شقيق عند اجتماعها بها، وأيضا ترث الباقي مع وجود الأخوات، مع
معود البنات أو بنات الابن. الأخ لأم إن كان ذكر أو أنثى، إن كان لوحده يرث السدس، وإن كان أكثر من واحد يرث الثلث. ويسقط الأخ لأم بالأب والجد باتفاق، والابن والبنت، الابن أو البنت، البنت تسقط الأخ لأم، والأخ لأم والأخت لأم. ننتقل بعد ذلك إلى ابن الأخ الشقيق يرث بالتعصيب، وليس هناك يعني عصا بالغير مع ابن الأخ الشقيق، لأنه إما أنه يكون يعني يرث كل المال أو يرثونه بالسوية. ابن الأخ لأب كذلك، لكن يسقط بالابن الأخ الشقيق ومن قبله. بعد ذلك العم الشقيق، ثم ذاك العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم المعتق والمعتقة. هذا تقريبا إجمالي الورثة. ننتقل بعد ذلك إلى الحجب، وعرفنا أن الورثة أربعة أصناف: لا يحجبون ولا يحجبون هم الزوجات، يحجبون ولا يحجبون هم الآباء، الأب والأم والابن والبنت فقط، لا يحجبون ويحجبون هم الأخوة لهم، ولا يحجبون يحجبون ويحجبون يحجبون ويحجبون وهم بقية الورثة. نأتي إلى موضوع التأصيل. التأصيل هذا يعني موضوع مهم جدا، موضوعات الفرائض يجب علينا أن نضبط هذا الباب، وهو عبارة عن عمل شباك فرضي أشبه يكون بالأعمدة الطولية والعرضية، الأعمدة الطولية والعرضية. فعندنا مثلا هذا العمود الطولي، وهذا وهذا، وهناك أعمدة تكون بالعرض. هنا نضع الورثة، هنا نضع نصيبهم: النصف، الربع، السدس، الباقي وغيرها. هنا يأتي التأصيل، هذا هو العمود الثالث، التأصيل. هنا سيكون عمود التأصيل، والأصل المسألة يوضع هنا. خلينا نحط لون ثاني، هذا مكان أصل المسألة يوضع هنا في هذه الخانة، ويتم بعد ذلك تحويل هذه الكسور لأرقام. هذا الهدف من التأصيل. هنا حق الورثة، هذا رقم واحد، حق للأنصبة، هذا رقم اثنين، حق للتأصيل، هذا رقم ايش؟ ثلاثة. في الغالب الورثة يبدأ بصاحب زوجية، ثم أصحاب الفروض، ثم العصبات. هذا الترتيب الأساسي في هذا الموضوع. هناك حق الرابع إذا كان التصحيح، وسيأتي لنا باب التصحيح إن شاء الله من ضمن مقرراتنا في هذا المادة. التأصيل ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون هناك ورثة لهم فرض يرثون بالفرض، أو ليس هناك ورثة يرثون إيش؟ بالفرض. إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، وإنما هم عصبة، سواء كانوا عصبة بالنفس أو عصبة بالغير. أما مع الغير فعندنا فيها فرض، البنات يأخذون فرضهن وفي الباقي للأخوات. إذا عندنا العصب بالنفس أو العصب بالغير إذا كان لوحدهم، فهذا لها طريقة للتأصيل وليس فيهم أحد صاحب فرض. هذه لها حالتان: الحالة الأولى إذا كان كلهم ذكور من طبقة واحدة، لا يحجب أحدهم الآخر، فأصل المسألة تكون من العدد الرؤوسي. لماذا قلنا كلهم يعني من أصل من يعني ذكور، و يعني لا يحجب أحدهم بعضهم الآخر؟ لو كان عندنا ابن مع أخ شقيق،
الأخ الشقيق محجوب بالإذن، فالأخ الشقيق لا يرث شيئا، هنا نجعل المال كله للابن. لكن لو ترى عندنا ابنان مثلا، هؤلاء لوحدهم ليس معهم اصحاب فروض، وايضا كلهم ذكور ليس فيهم اناث، فتكون حينئذ الاصل المساله من عدد رؤوسهم. فاذا كانوا اثنين عدد رؤوسهم اثنين، تكون اصل المساله من اثنين. ابن وابن، كذلك هذان ابنان أصل المسألة تكون اثنين، وهنا واحد وهذا له واحد. لو كانوا ثلاثة تكون مسألة من ثلاثة، لو كانوا أربعة تكون أربعة، وهكذا. هذا يشمل مثلا الأبناء، الأخوة الأشقاء، الأخوة الأب، أبناء الابن، الأعمام، الأشقاء، أعمام الأب، ابن العم الشقيق، ابن العم الأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الأب. هؤلاء كلهم إذا وجدوا أكثر من شخص فإنهم يرثون المال على عدد رؤوسهم، وهنا يكون أصل المسألة من عدد رؤوس هؤلاء الورثة. إن كانوا خمسة فأصل المسألة خمسة، وإن كانوا عشرة أصل المسألة عشرة، وإن كانوا 12 أصل المسألة 12، وإن كانوا 20 فأصل المسألة 20، وهكذا. هذا إذا كانوا ذكور فقط. أما إذا كانوا إناث وذكور، وهذه الحالة الثانية إذا كان فيها إناث وذكور، فنجعل للذكر سهمين وللأنثى سهما واحدا. إذا كان ذكور وإناثا نجعل للأنثى سهم وللذكر سهمين، أو نجعل له واحد وللأنثى واحد وللذكر اثنين. مثال ذلك، هذا ينترد في أربع طبقات تقريبا رئيسية: الأبناء مع البنات، أبناء الأب مع بنات الأبن، الأشقاء مع الشقائق، والأخوة لأب مع الأخوات لأب فقط. يعني أو يعني يأتي ما كان يعني، وإن نزل ابن 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 مع بنت ابن ابن، هذا يعني وإن نزل ما، لكن يكون نفس الطبقة نفس الدرجة. مثال ذلك، عندنا ابنين وبنت. لاحظوا معي، الابن هنا له سهمان لأنه ذكر مع أنثى، فيكون للذكر سهمان والأنثى سهم، وهذا ذكر له سهمان وهذه أنثى لها سهم واحد، المجموع كم؟ خمسة أسهم. زين، لو كان عندنا ابن وعندنا بنت وعندنا بنت، هنا نجعل للابن سهمين وللبنت سهم وللبنت سهم، كم مجموع؟ مجموع أربعة. تلاحظون هنا صارت الحقول هنا حقنية فقط، لم تكن ثلاثة، لأن ما عندنا أصحاب فروض، ما عندنا أصحاب فروض. زين، نأتي للأشقاء والشقائق، نفس الشيء، أخ شقيق وأخت، ثلاث أخوات شقائق، الأخ شقيق له سهمان والشقيقة سهم وهذه سهم وهذه سهم، مجموعة كم؟ خمسة، خمسة أسهم. إنزين، إذا كان في المسألة صاحب فرض، هذه تقسم لقسمين، إما صاحب فرض واحد فقط أو أكثر من صاحب فرض. فإن كان صاحب فرض واحد فقط، فأصل المسألة يكون من مقام ذلك الفرض. يعني ما هو المقام؟ عندنا هذا الكسر اللي فوق يسميه بسط، يسميه ايش؟ بسط، واللي تحت يسميه ايش؟ مقام. فمثلا الربع، هذا الواحد يسميه بسط، الواحد يسميه بسط، والأربعة نسميها مقام، نسميها أربعة مقام. إذا أين يكون أصل المسألة؟ يكون أصل المسألة أربعة أو واحد، أيهما المقام؟ هنا قال من مقام، المقام ينطبق على أربعة لا على واحد، ينطبق على أربعة. هنا لاحظوا معي، زوج وابن، الزوج ربع لوجود الفرع الوارث،
والابن باقي. كم فرع عندنا؟ فرض واحد فقط. فرض واحد. فهذا في هذه الحالة ننظر إلى مقام هذا الفرض. أين مقامه؟ طبعاً هو هنا مكتوب عندكم بهذه الطريقة. ولا الأصل أن تكتب بهذا اللي شفتوها، واحد تحت أربعة. واحد تحت إيش؟ أربعة. فهذا هو المقام وهذاك البسط. أيهما نجعله أصل مسألة؟ المقام. فشفتوا خلينا أربعة أربعة هي أصل مسألة. زين. كيف نقسم؟ نقول الأربعة هذه اللي خلينا أصل مسألة، سميها أصل مسألة، كتبوا عليها أصل، أصل المسألة. سمي هذه أصل المسألة. زين، هذه الأربعة شو نسوي؟ نقسمها على الأربعة والناتج نضربه في البسط. يعني واحد أربعة تقسيم أربعة فيها واحد، واحد ضرب واحد واحد، شفتوا هذا الواحد. كيف خرجنا الواحد؟ نقول نقسم أصل المسألة على المقام والناتج يضرب في البسط. والناتج يضرب في البسط. نجي الآن نطبق هذه القاعدة وانتبهوا، هذه حفظوا عندكم. الناتج بعد ذلك يوضع مقابل هذا الوارث. نجي هنا زوج ربع والباقي، نظرنا إلى الربع وجدناه الأربعة هي المقام، جعلناها أصل المسألة. كيف نستخرج ربع الأربعة؟ يقول واحد ربع الأربعة واضحة. أقول له واضح كويس، بس إذا تبي الطريقة العلمية كالتالي: أربعة تقسيم المقام أربعة يطلع واحد، ضرب البسط اللي هو واحد يطلع عندنا واحد، فيطلع عندنا نصيب الزوج حينئذ واحد، يكون نصيب الزوج واحد. انزين الباقي أربعة لما تنقص من واحد كم يبقى عندك؟ ثلاثة. عملية الطرح معروفة في الحساب. ناخذ مثال آخر. عندنا بنت وعم. البنت لها النصف لعدم وجود فرع، عدم وجود المشاركة والمعصب. النصف كيف نكتبه؟ واحد على اثنين. أين البسط؟ أين المقام؟ الاثنين نضعها أصل مسألة. نجي الآن كيف نستخرج نصف اثنين؟ واحد يقول نصف اثنين واحد، صح. الطريقة العلمية يقول اثنين تقسيم اثنين فيها واحد ضرب واحد يطلع واحد، هذا هو نصف البنت. اثنين ناقصا واحد يبقى عندنا واحد. أنا بضرب لكم مثال مسألة، يعني بنتان ونقول مثلا أب. البنتان لهم الثلثان، صح؟ والأب له الباقي أو الثلث الباقي. خلينا نحط مثلا أب، نقول أخ شقيق عشان ما تلاحظنا أخ شقيق. الآن أصل المسألة كم فرض عندنا؟ فرض واحد اللي هو ثلثين، تكون أصل المسألة ثلاثة، هذا أصل المسألة. كيف نستخرج الثلثين؟ نقول ثلاثة تقسيم ثلاثة فيها واحد، ضرب اثنين يطلع اثنين، ثلاثة نقص من اثنين يبقى منها واحد. شرط تكون واضحة. نأتي لزوجة مع ابن لها الثمن، هذا الثمن كذا. أين المقام؟ ثمانية. سيكون أصل المسألة حينئذ إيش؟
8 زين، ثمن الثمانية واحد، ثمانية تقسيم ثمانية فيها واحد ضرب واحد واحد. كم باقي إذا أخذنا من ثمانية واحد؟ يبقى عندنا سبعة. عندنا أم وأخ شقيق، أخ شقيق واحد، الأم هنا ترد إيش؟ الثلث لعدم وجود الجمع الأخوة وعدم وجود الوارث. زين، الثلث كيف نكتبها؟ واحد في الأعلى وثلاثة في الأسفل، ثلث. أين المقام؟ ثلاثة، نجعله أصل مسألة فيصير ثلاثة. زين، الثلث الثلاثة كيف طلع؟ ثلاثة تقسيم ثلاثة هي واحد ضرب واحد واحد. كم يبقى عندنا الآن؟ يبقى اثنين، ثلاثة ناقص واحد يبقى اثنين. هكذا إذا كان صاحب الفرض، إذا كانت مسألة فيها صاحب فرض واحد فقط. إذا كان فيها صاحب فرض واحد فقط، لا يوجد فيها أكثر من صاحب فرض. ننتقل الآن إلى إذا كان في المسألة أكثر من صاحب فرض. إذا كان هناك أكثر من صاحب فرض، فعندنا نستخدم معها النسب الأربع. هذا النسب الأربع ندرسها في الفرائض، وهذه هي التماثل والتداخل والتباين والتوافق. الصفحة اللي بعد التوافق. نأتي الآن إلى التماثل. التماثل لو كان عندنا المقام نفس العدد، المقام نفس ايش؟ العدد. مثال: هالك عن زوج وأخت شقيقة. هنا الزوج سيكون له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف. شو تلاحظون؟ عندنا كم فرض هنا؟ فرضان. زين، ما هم فرضان؟ نصف ونصف. المقام هنا اثنين والمقام هنا اثنين، يسمون هذا تماثل. يسمون ايش؟ مماثلة أو تماثل. خلاص نجعل أصل مسألة اثنين، فنقول نصف الاثنين واحد ونصف الاثنين واحد، هذا يسمونه تماثل. يسمونه تماثل. خلنا ناخذ أمثلة على التماثل ثم ناخذ بقية أنواع التداخل والتوافق. عندنا مثال التماثل أيضا، هذا جبت لكم زوج وأخت شقيقة. عندنا أيضا جدة وأخ لأم. الجدة هنا لها السدس، والأخ لأم له أيضا السدس. شو تلاحظون؟ السدس واحد على ستة. شو تلاحظ الآن؟ هذه مقامها ستة وهذه مقامها ستة. إذا حصل في المقامات هنا تماثل، حصل المقامات تماثل، حينئذ نكتفي بواحد منهما ويكون أصل المسألة ستة. ستة ستة واحد وستة واحد. طبعا يقول واحد باقي أربعة، هذا إن شاء الله ندرسه معكم في باب الرد. آخر موضوعاتنا هذا الفصل هو باب الرد، وسنذكر لكم كيف نعمل بالباقي إذا لم يكن هناك أصل. ناخذ مثال أيضا على التماثل. عندنا أختان شقيقتان وأختان لأم. الأختان الشقيقتان لهم الثلثان، والأختان لأم لهم الثلث. نلاحظ الآن أن المقام متوافق ولا مختلف؟ متفق. هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، ولا اختلف البعض، هنا واحد ولا اثنين، ما عندنا مشكلة، لكن المقام متحد، فنقول أصل المسألة من ثلاثة. نجي الآن نقول ثلاثة تقسيم ثلاثة فيها واحد ضرب اثنين فيها اثنين،
وثلاثة تقسيم ثلاثة فيها واحد ضرب واحد فيها واحد، إذا سيكون هنا اثنين وهنا واحد. هذا هو التماثل. إذا التماثل نبدأ له نقول هو تساوي العددين، تماثل العددين اللي هم ما هم العددان اللي هم مقام أصحاب الفروض، مقام إيش؟ الفرض الكسر، مقامه متماثل متساوي، اثنين مع اثنين، ستة مع ستة، ثلاثة مع ثلاثة، يسمى هذا مماثلة. حكمه ناخذ أحدهما، نقتدي بأحدهما. نأتي مداخلة، اجتماع عددين ينقسم أكبرهما على أصغرهما، مثال الأربعة مع اثنين، الستة مع ثلاثة، الثمانية مع اثنين، هذه يسمونها مداخلة أو تداخل. نأخذ مثال على التداخل، لو كان عندنا زوجة، عندنا زوجة وبنت، ونقول آخر شيء نقول حط مثلا عم شقيق، الزوجة لها الثمن لوجود فرع الوارث، البنت لها النصف، العم له الباقي. لاحظوا معي الآن، نبي نتأمل معكم هذه المقامات، مقام الثمانية ومقام اثنين، مقام الثمن ومقام النصف. مقام الثمن ثمانية، مقام النصف اثنين، اثنين مع الثمانية لو قسمنا الثمانية على اثنين كم يطلع؟ أربعة، عدد صحيح يقبل القسمة بدون باقي، حينئذ تتحقق المداخلة. نعم، هذه تعتبر مداخلة. ما الحل حينئذ كانت مداخلة؟ سنكتفي بالأكبر، الأكبر الثمانية، نقول ثمن الثمانية واحد، كيف طلعنا؟ ثمانية تقسيم ثمانية فيها واحد ضرب واحد واحد، ثمانية تقسيم اثنين فيها أربعة ضرب واحد أربعة، هذا نصفها، كم باقي هنا؟ ثلاثة. إذا هنا اجتماع الثمن مع النصف كون لنا عددين ثمانية واثنين للمقامات، وجدنا أن الكبير منهما يقبل قسمة على الصغير بدون باقي بدون كسر، فأخذنا الكبير منهما، أيهما أكبر ثمانية ولا اثنين؟ الثمانية هي الأكبر، فجعلناها هي أصل المسألة، هي أصل المسألة. نأخذ أمثلة على المداخلة. عندنا زوجة وبنت، هذا حلينا عليها مثال، طبعا حطينا معها عم، هنا أم وأخوين لأم، الأم لها السدس لوجود دم الأخوة، والأم الأخوة لأم اثنين لهم الثلث، فعندنا الآن صار عندنا كسر السدس وكسر الثلث، وجدنا أن المقامات ستة وثلاثة، أيهما أكبر؟ الستة أكبر من ثلاثة، قسم ستة على ثلاثة فيها اثنين، إذا بينهما تداخل، سيكون حينئذ الأصل مسألة العدد الأصغر للأكبر، الأكبر من حيث العدد اللي تحت، ما علينا من الكسر الآن، صحيح الثلث أكبر من الثلث من حيث القدر، لكن نتكلم عن ستة وثلاثة أيهما أكبر؟ الستة هي الأكبر، فنجعلها أصل مسألة. ثم نستخرج أصل سدس الستة، ستة تقسيم ستة فيها واحد ضرب واحد فيها واحد، وستة تقسيم ثلاثة فيها اثنين ضرب واحد يساوي اثنين. نأخذ مثال آخر، زوج وبنت، الزوج له الربع، الزوج له الربع، والبنت لها النصف. عندنا المقامات ما هي؟ المقام الأول
أربعة، والمقام الثاني اثنين. أيهما أكبر؟ الأربعة. قسم أربعة على اثنين يطلع فيها اثنين، هذا صحيح. إذن هذه فيها تداخل؟ نعم فيها تداخل أو مداخلة. حينئذ نكتب العدد الأكبر وهو الأربعة، نجعله أصل المسألة. نأتي الآن ربع الأربعة واحد، ونصف الأربعة اثنين. هذا هو التداخل. التداخل أن يكون مقامات الكسور أحدهما أكبر من الثاني، وإذا قسمنا الأكبر على الأصغر تخرج لنا عدد صحيح، ليس هناك كسر، فيكون حينئذ العدد المقام الأكبر هو أصل المسألة. نأتي إلى التباين. التباين هو أن لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر، يعني اجتماع عددين ليس بينهما تماثل ولا تداخل ولا توافق، لا يشتركان في أي عامل، ليس بينهما اشتراك في أي عدد من الأعداد. ويقول في القاعدة كل عددين متتاليين فهما متباينين، 2 مع 3، 3 مع 4، 4 مع 5، 5 مع 6، 3 مع 8، 5 مع 8 وهكذا. فهذا العدد لا يقبل القسمة أحدهما على الآخر إلا بوجود كسر، ولا يوجد عدد يقبل القسمة عليه، فهذا يسمى التباين. الحكم يضرب أحدهما في الآخر، يضرب أحدهما في الآخر، يضرب العدد أحد العددين في كامل، يضرب الكامل العدد الأول في كامل العدد إيش؟ الثاني. نأخذ أمثلة على التباين. عندنا الآن مثلا زوج وأم. الزوج له النصف والأم لها الثلث. عندنا الآن كم فرض؟ عندنا فرضان، نصف وثلث. عندنا ننظر إلى المقامات. عندنا اثنين وعندنا ايش؟ ثلاثة. هل هما متماثلان؟ لا، اثنين يختلف عن ثلاثة. هل لو قسمنا أحدهما على الآخر يطلع عندنا عدد بدون كسر؟ لا، لو قسم الثلاثة على اثنين يطلع واحد ونص، ما ينفع. هل يتفق يقبل القسمة على عدد خارجي غير واحد؟ لا، ما يقبل القسمة، فبينهما تباين. فما الذي نفعله؟ اثنين ضرب ثلاثة يساوي ستة هي أصل المسألة. هذه هي الستة. منين جاءت؟ لأن النصف والثلث بينهما تباين، فضربنا المقامات، ضربنا اثنين في الثلاثة ستة. نصف الستة ثلاثة وثلثها اثنان. هذا هو التباين. نأخذ أيضا مثال ثاني على التباين. عندنا زوجة وأخوين لأم. الزوجة لها الربع والأخوان لأم لهما الثلث. عندنا الآن ربع، عندنا ثلث. نأتي الآن لننظر في المقامات. هنا مقامها أربعة وهنا مقامها ثلاثة. إيش بينهما؟ هل بينهما تماثل؟ لا، التماثل أربعة هذه ثلاثة، بينهما تماثل. هل بينهما تداخل؟ قسم أربعة ثلاثة ما يطلع لك عدد صحيح. هل يقبل القسمة على عدد خارجي؟ هل يقبل القسمة على واحد؟ الواحد عدد محايد ما ينفع. اثنين ما يقبل القسمة عليه. إذا بينهما تباين. أربعة ضرب ثلاثة يساوي 12، هذه 12 هي أصل المسألة. ربعها 12 تقسيم 4 فيها 3 أرباع 3، 12 تقسيم 3 فيها 4 فيها أرباع 4. نأخذ مثال آخر. عندنا زوجة وأختين شقيقتين. الزوجة لها الربع والأختين شقيقتين لهم الثلثان. ننظر بين الأربعة والثلاثة بينهما
تباين، ليس بينهما متماثل ولا بينهما توافق ولا تداخل. فنضرب الأربعة في الثلاثة كم يطلع؟ 12. هذا أصل مسألة 12. ربعها 12 تقسيم 4 3 ضرب 1 3. زين، ثلثها 12 تقسيم 3 فيها 4 ضرب 2 فيها 8. هذا هو التباين. التوافق هو أن يقبل عددان القسمة على عدد خارجي، على عامل خارجي خارج، يعني خارج العددين. اجتماع عددين لا ينقسم بعضهم على بعض ولكن بينهما عامل مشترك بينهم، مثل الأربعة مع الستة. الأربعة مع الستة ليس بينهم متماثل وليس بينهم تداخل، يعني ستة تقسيم أربعة فيها واحد ويبقى عندنا نص، لكن بينهما توافق، كلاهما يقبل قسمة على الاثنين، صح ولا لا؟ هذا يسمونه توافق. الستة مع الثمانية ليس بينهما تماثل، لأن الستة تختلف عن ثمانية، وليس بينهما تداخل، لأن ثمانية تقسم ستة فيها واحد ويبقى عندنا اثنين. هل بينهما عليه يقبل قسمة عليه؟ نعم، اثنين يقبل قسمة على اثنين. هل دائما اثنين؟ لا طبعا، مش دائما اثنين. ناخذ مثال مثلا، نقول مثلا التسعة واثناش، هل هما بينهما تماثل؟ الجواب لا. هل بينهما تداخل؟ قسم 12 على 9؟ لا، ما في تداخل. هل يقبل القسمة على عدد خارجي؟ نعم، ما هو؟ 3. 9 تقسيم 3 فيها 3 و12 تقسيم 3 فيها 4، يقبل القسمة على عدد، يعني يقبل القسمة. عندنا مثلا نقول مثلا 12 و16، هل هم متماثلان؟ الجواب لا. هل هم متداخلان؟ الجواب لا. هل يقبل قسمة على عدد خارجي؟ نعم، يقبل قسمة على اثنين. على أربعة، أيهما أكبر، الأربعة ولا اثنين؟ الأربعة، نأخذ الأربعة لأن يعني أكبر عدد يقبل قسمة عليه، وهكذا. طريقة استخراج أكبر عدد يقبل قسمة على العددين، إيجاد القاسم المشترك الأكبر عند أهل الرياضيات. إيجاد القاسم المشترك الأكبر، يعني مثال ذلك، خلينا نضرب لكم مثال على القاسم المشترك الأكبر. يعني مثلا الأربعة لما نحلل العوامل الأولية، اثنين على أربعة اثنين تطلع اثنين، واثنين على اثنين فيها واحد، هذا تحليل الأربعة إلى عوامل أولية، 2 ضرب 2، صح؟ الأربعة تساوي 2 ضرب 2. الستة تساوي على 2 فيها 3، على 3 فيها 1، إذا الستة تساوي 2 ضرب 3. شو تلاحظون عندنا هنا؟ أن الاثنين هنا عدد مشترك بين الأربعة وبين الستة، هذا هو القاسم المشترك الأكبر اللي نسميه احنا الوفق. فنقسم الستة على اثنين فيها 3 ضرب 4 تطلع 12، أو 4 تقسيم 2 فيها 2 ضرب 6 12. هناك طريقة أيضا تسمى المضاعف المشترك الأصغر، معناتها هنا اثنين، مش اثنين ضرب اثنين، انا حطيت هنا ثلاثة. المضاعف المشترك الأصغر ممكن يخرج لنا اللي هو أصل المسألة. فعندنا أهل الرياضيات نقول أربعة اثنين ضرب اثنين والستة 2 ضرب 3، نأخذ الأرقام المشتركة أكبر عدد له أس، ونأخذ العدد سواء المشترك أو غير المشترك. فاثنين مشترك، لكن هنا 2 أس 2، يعني 2 تضرب مرتين، هنا 2 أس 1، فأيما نأخذ؟ نأخذ 2 أس 1 لأس 2،
وعندنا ثلاثة أيضا موجودة فنضربها. 2 ضرب 2 4 ضرب 3 12، هذا هو أصل المسألة. يعني سواء أخذت بالمضاعف يخرج لك أصل المسألة، أخذت القاسم المشترك الأكبر يخرج لك الوفق، الوفق الذي يقبل القسمة على العددين. طبعا كل هذا رياضيات، وممكن زملائنا في الرياضيات أكثر مني علما، أنا يعني من طلاب المعهد العلمي ودرست الرياضيات في المرحلة المتوسطة فقط، لم أتعمق في الرياضيات كثيرا. نأتي الآن إلى أمثلة على التوافق. عندنا زوجة لها الربع وجدة لها السدس، وجدة لها السدس. المقامات هنا عندنا، المقام عندنا هنا 4 و6، قلنا يقبل القسمة على 2، فنقول 4 تقسيم 2 الناتج يضرب في 6. 4 تقسيم 2 في 2 ضرب 6 يساوي 12، هذا أصل المسألة. ويمكنك أن تعكس العملية فتقول 6 تقسيم 2 والناتج يضرب في 4. المقصود هنا من الوفق أن نحن نصغر أحد العددين ونضربه في كم العدد الآخر، يعني نحن نصغر 6 ونقسمها على 2 يطلع 3 ضرب 4 يطلع 12، هذه النتيجة واحدة. أو نصقل 4 نقول 4 تقسيم 2 فيها 2 ضرب 2 فيها 6 ونفس النتيجة واصل مثلا. ولو أحد منكم أخذ بالمضاعف المشترك الأصغر سيخرج له أصل المسألة مباشرة، بس هذا الموضوع بعضكم ما يتقنه فجيد يعني يضبط. وإن كان الفرضيون يعني لأن الفروض عندنا محدودة فقط، ما ليس عندنا فروض كثيرة، فالفرضيون عملوا استقراء لهذه الفروض واستطاعوا يحددوا لنا أصول المسائل. يعني أصول المسائل ستأتي لنا في العون محدودة، ليست يعني إذا كانت فيها صح فرض طبعا، أما بالتعصيب ليست محددة. فأصول المسائل عندنا في هذه محدودة. نجي الآن 8، نأخذ المسألة بعدها. زوجة لها الثمن وجدة لها السدس وبنت لها النصف. نسجله بس بالطريقة هذه لأن الكمبيوتر يمكن ما يطلعها لنا. كم عندنا فرض؟ 3 فروض. لاحظوا معي 2 مع 6 تداخل، يعني 6 تقسيم 2 فيها 6 3، فنكتب بالستة. بقي عندنا 6 مع 8. الست مع الثمانية لو عملنا يعني تحليل العوامل الأولية يشتركون في 2، يشتركون القسمة على 2 معذرة هنا. فنقول حينئذ نقسم أحدهما في 2 ونضربه في كامل الآخر. نقسم أحدهما في 2، نقسم أحدهما على 2 نضربه في كامل إيش؟ الآخر. إذا عندنا 2، 6 مع 2، 6 مع 8 يقبل القسمة على 2. نعمل طريقة 6 تقسيم 2 ضرب الناتج ضرب 8، أو 8 تقسيم 2 الناتج ضرب 6، كلاهما سيكون نتيجة واحدة. 6 تقسيم 2 فيها 3 ضرب 8 24، أو 4 أو 8 تقسيم 2 فيها 4 ضرب 6 24. هنا أصل المسألة 24. ثم ال 24 3، 8 تقسيم 8 24 تقسيم 3 8 في 3 ضرب 1 3، 24 تقسيم 6 في 4 ضرب 1 4، 24 تقسيم 2 في 12 ضرب 12 ضرب 1 طلع 12. هذا التوافق. نأتي أيضا هنا مسألة أخيرة نختم بها. عندنا زوج له الربع مثلا،
وأم لها السدس وبنتين لهم الثلثين. نلاحظ أن الثلاثة مع الأربعة، ثلاثة مع الستة بينهما تداخل، نكتب الستة. الستة مع الأربعة مرت علينا أن بينهما توافق اثنين، فيكون أصل المسألة 12. ربعها 4، 12 تقسيم 3، 4 فيها 3 الأرباح 3، 12 تقسيم 6 فيها 2 الأرباح 2، 12 تقسيم 3 فيها 4 فيها 4 ضرب 2 8. هذا ما يتعلق بالتوافق. أتمنى أن احنا يعني وضحنا هذه الأصول المتفق عليها. إذا كان هناك فروق لن تخرج هذه الفروض عن هذه الأصول السبعة، اللي هي اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو 12 أو ثمانية أو 24. هذه الأصول مهما عملت ما دام فيها فرق لن تخرج هذه الفروق الأصول أصل المسائل عن هذه الأرقام الستة. ولذلك العلامة الراحل يقول: والنصف والباقي أو النصفان فأصلهم عندهم هو اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والسدس إن كان والسدس والربع والثمن إن كان من ثمانية، نعم، والسدس من ستة أسهم يرى، والربع والثلث من اثني عشرة، والثمن انضم إليه السدس، فأصله الصادق فيه الحدس، وأربعة يتبعها عشرون يعرف حسابه أجمعون. فهذه يعني هي الأصول التي يعني لا تخرج عنها إذا كان في المسألة صاحب فرض. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم مرضاته، ويكون إن شاء الله فيها النفع والفائدة، وحديثنا إن شاء الله الأسبوع القادم عن العون.